وأهم هذه المراحل الخمس هي المرحلة الثالثة وهي الدنيا، لأن مصيرك في الآخرة على حسب سعادتك أو شقاوتك في الدنيا. إن عملت عملا صالحا تسعد، وإن عملت عملا سيئا في هذه المرحلة تشقى، فهي أهم مرحلة. لذلك الله قال عنها: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذه الحياة التي فيها المجاهدة مع الشيطان والنفس والهوى، وخير ما تعمر به الآخرة في هذه الحياة هو العلم. لذلك قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا إلى العلم سهل الله له في طريق الجنة. فأسهل طريق إلى الجنة هو طريق العلم. وقال ابن القيم: وخير ما بذلت فيه الأوقات والمهج والنفوس هو العلم، وهو العمل الذي لا يندم عليه أحد أبدا، بل الله عز وجل يرضى عن الذين يتعلمون.